تلعب من ماوري، عادت الى ماتوزالي، ماوري هي جول 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 جول، عاد بالمره الثانيه روكي ويسجل الهدف الاول بالدقيقه 23. روكي من جديد، توماس روكي يسجل الهدف الاول بالدقيقه 23 بعد ان ارتدت من القائمه كره قويه من روكي، يعود بعد هجمه معاقبه لتلك الهجمه ويسجل الهدف الاول بالدقيقه 22 من عمر اللقاء. توماس روكي سجل في لقاء الذهاب ويسجل اليوم في لقاء الاياب. توماس روكي، شوف الكره الى ماوري، وماوري لعب الكره حلوه، كانت يعني تحويله جميله رائعه، هيها على طبق من ذهب للاعب، شوف الخالي من الرقابه، اربعه مدافعين راجعين واثنين من اللاعبين خالين من الرقابه، شوف لاعبي الوسط بطيئين بالارتداد، كان المفروض هناك لاعب ضاغط على روكي ولكن روكي بشكل مستريح. عاليه ملعوبه، واو، هدف من كرة ثابتة اللعب من مسافة بعيدة، يخطئ الحارس بيزاري باقتناصه وتعانق الشباك على يمين الحارس ألفانو بيزاري بالدقيقة 39 من عمر اللقاء. بالدقيقة 39 من عمر اللقاء فريق رابتونكي يعادل الكفة من ركلة حرة عن طريق اللاعب لازربيسكي مع فريق رابتونكي. شوفه بالاعاده، وكره لما ترتطم بالارض تشكل خطوره على الحارس. شوف الكره هي سهله، لم تكن بتلك القوه، قصيره تنقطع الى هرنانيز ولديسما، هرنانيز جول، هدف ثاني من اللاعب اندرسن هرنانيز يسجل الهدف الثاني لفريق لاتسيو ويعلن تقدم لاتسيو بهدفين مقابل هدف واحد. اندرسن هرنانيز يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 73 من عمر اللقاء ويعلن تقدم لاتسيو بهدفين مقابل هدف واحد. هذا المدرب اللي امامنا ادواردو اللي درب 23 نادي، اهم الاندية اللي دربها نابولي، كالياري، كاتانيا، جنوا، فيشنزا، تورينو، بريشيا، ليتشي، بولونيا، فيرونا، وكوسينزل ايضا درب هايدوغ، سبليت الكرواتي اخر من دربه هو الفريق الكرواتي، هايدوغ سبليت مثل ما ذكرت هو من مواليد روفسكي. مقطوعه من جديد الى لوليتش، لوليتش يلعب كره خطره، روكي هي جول، وفعلا جول، وهدف ثالث، هدف ثالث لفريق لاتسيو عن طريق اللاعب توماس روكي. توماس روكي يسجل الهدف الشخصي الثاني في لقاء اليوم والهدف الثالث لفريق لاتسيو بالدقيقة 77 من عمر اللقاء. توماس روكي يسجل الهدف الشخصي الثاني والثالث للاتسيو بالدقيقة 77 من عمر اللقاء. جماهير لاتسيو القليلة في ملعب المباراة تؤازر فريقها، وثلاث أهداف للاتسيو مقابل هدف واحد لرابوتين. شوف روكي وي